خلينا نطلع على الحالتين هذول. نطلع على الحالة when does the generator consume reactive power, when does it supply reactive power. طبعاً دائماً الجنريتر supplies active power. فلو جينا أخذنا هون جنريتر AC generator, نفترض هذه هون phi plus minus, وهاي هون it's feeding a lagging load. راح افترض هاي اسميها IA لانه احنا عم نحكي عن السينكرونس موتور, راح استعمل نفس السيمبل تبعون السينكرونس موتور. فعندي هون L وعندنا هون R, وهذا راح نفكر فيه انه هو اللود. طبعا هذا صار اللود, فلو حطينا هون حواليه مستطيل هذا lagging load. هلا لو جينا رسمنا الفيزر دايجرام تبع الكرنت والفولتج بهاي الدائره, لانه لاجينج راح يكون اي اي لاجينج في فاي. اذا عندي هون في فاي راح يكون اي اي لاجينج, وهاي فيزا. فبالحاله هاي الرياكتيف باور, الاكتيف باور طبعا بكل الحالات راح تروح من هون لهون, فالاكتيف باور اتجاهها راح يكون هاي هون active power P اتجاهها بهذا الاتجاه. لكن بالحالة هاي أو كمان بالحالة هاي هذا is consuming reactive power, إذن هذا lagging load. consumes reactive power. إذن هاي الreactive power لازم تيجي من هذا الجنريتر, فبكون عندنا كمان بالحالة هاي reactive power. إذن هاي الحالة, إذن الحالة هذه هون لما يكون الجنريتر الكرنت في الجنريتر lagging الفولتج, معناها الجنريتر بالحالة هاي is consuming reactive power واللاجينج لود is supplying reactive power, فالجنريتر supplies reactive power. إذن هون generator is supplying reactive power to a lagging load, ولذلك الكرنت lagging. ناخذ الحالة الثانية. في الحالة الثانية تكون زي هيك. ناخذ شكل مشابه للشكل اللي هون. راح اخذ هون V وهي V5 وهذا جنريتر بلس ماينس. وهون عندي بالحالة هاي راح اخليه يغذي ليدنج لود. وعندي هون راح اخذ نفس الشيء. فبالحالة هاي IA leads V5 هاي ثيتا هاي IA, وهذا اللود بدنا نحط حواليه الآن نفس الشيء مربع أحمر, هذا leading load supplies power. وزن هون نفس الشيء الجنريتر هلا بالحاله هاي consumes, اذا الرياكتيف باور راح يكون اتجاهها رياكتيف باور, واذا الجنريتر از consuming power from the leading load. طبعا الاكتيف باور ظل بنفس الاتجاه, حطه هون الاسود وظل نفس الشيء الاكتيف باور اكتيف باور P
reactive power V A R voltage ampere reactive.